الفريب في تونس لبسة الزوالي 20 دينار تكسي ولادك. سوريا بلفين سروال بخمسة وصبات يعمل الكيف ب10 دينارات. اليوم الفريب ولا أرقى الماركات العالمية لأصحاب المرسيدس والبيامات. القطعة ب50، الصبات ب80، وجاكيت ب200. النصبة ولات سوبرات ومغازات، والفريب يزين واجهات المحلات في أشهر الطرقات. التهريب حافل والبارونات تلعب بالمليارات. قمنا بمداهمة المستودع هذا بعد مراجعة النيابة العمومية، وحجزنا في المستودع هذا ما يفوق 700 بالا فريب. القيمة الجملية متاع المحجوز 397 مليون، أحجزناها في انتظار إحالتها على المصالح الديوانية بقبس. 700 بالا متاع فريب بين صبابط ومعتها وملابس أخرى، والكل هذية معتها بصفة غير قانونية بدون فواتير بدون أي شيء، وكلها معدة للتهريب. الاعترافات متاع المتهمين في القضية هذه بالنسبة للاعترافات، يعني بالنسبة للأشخاص المجموعة هذه اللي تهرب في الفريب معترفين، وأنهم يجمعوا في الفريب يجيبوا فيها بطرق غير شرعية وبمسالك زادة مختلفة، يجمعوها في قابس يبرمجولها باش يهربوها للمناطق الحدودية اللي هي قفصة والجزائر، حبس حسب المعلومة وحسب الأبحاث. بضاعة اتحجزت بالنسبة لهم هم زادة سمعناهم معترفين بالبضاعة، وما يعني ما عندهمش فرار، في ما عندهمش وين باش يمشوا في البحث. يعني انسان تحلو الدبو تلقى له السلعه نتاعو قيمه 400 مليون و500 مليون ما عنده حتى حل، ومتسوغ وكلهم متسوغين المستودعات، ما يستعملوش المستودعات اللي مهمه، يتسوغ المستودع في منطقه اخرى، يحاولوا ديما تكون منطقه يعني ما هيش واضحه برشا باش يعني ما نفيقوش بهم وما نحصرهمش، بالتالي تبدا المعلومه هي الكل. منين جاي الفريب؟ كيفاش يوصل للأسواق؟ وشكون يهرب فيه؟ أغلب التجار بلا شوراق، الشبكات تغرق الأسواق وحد ما يعرفها. على أثر توفر المعلومات موجود شاحنة كبيرة الحجم، معناتها يترافقها زوز سيارات صغيرة الحجم، معناتها لمرافقتها واللي ما يعرف بالكشافة مروا بمنطقتهم بطريق الشنوة، تابعتهم دوريتنا لأنهم معناتها وقاعدين يلوجوا على مكان معد، معناتها مخزن معد لتفريغ تلك معناتها البضاعة. دورتنا وقفت الكميون هذية لأن معناتها السيارات المرافقة هذوما اللي معروف بالكشافة لاث بالفرار في اتجاه معناتها حي الجمهورية، تمكنت دورتها من إيقاف الشاحنة هذية وبتحولنا لمقر الفرقة. معناتها تبين اللي هي معناتها ملابس معدة المستعملة هذه ما يعرف بالفريب، كما تبين أن معناتها سائق الشاحنة متحوس على وثائق الشاحنة هذه، والسلعة هذه تقدر معناتها ثمن البضاعة نتاعها ب60 ألف دينار، تم التنسيق مع المصالح الديوانية معناتها لاتخاذ الإجراء القانوني في الغرض. الفريب منين يدخل لتونس؟ بالطبيعة من بعض الدول الأوروبية يتلم ثم يدخلوا لبلادنا، يزينوه ويفرقوه على المغازات. العملية هذه فلست آلاف العائلات، أصببتي يا سكرو الباس التونسي حد ما عاد متلفت له. الحرفي والصناعي وينو؟ الحوانت كلها مسكرة، مشاو هربوا مريحين. تمشي محل تاكسيات تنقل لك هذا سبوتي، تاكسيستي ولا هرب مشى. يعني الناس انا الاول فدي تاو ولدي يخدم معايا كل يوم يحب يبطل. اذا كان تواصل الطيار وين ماشيين؟ ماشي الانهيار، ماشي الفلاس. احنا باش نوليو شعب مستهلك، ما احناش شعب منتج. واذا احنا نهار من الايام ولينا الشعب مستهلك رحنا ما احناش نقدموا لقدام. احنا كنا قبل نخدموا شيء كبير، تو ولينا بالتوالي. انهار الاقتصاد نتاعنا مشاوها، ما خليوناش نخدموا، ما عادش يخليونا نخدموا. كل مره يهبطوا علينا حاجه، كل مره يهبطوا علينا شيء، كل مره يجيبوا لنا حاجه يخليونا نقعدوا حايرين، لا نجيبوا نخدموا ولا نجيبوا نعملوا حتى شيء. ما ثماش استمراريه باش كل يوم تبيع ولا كل جمعه تبيع ولا ما
مرات تبيع مرات ما تبيعش. اي سيدي الايامات هذوما توا عندنا تقريبا شهر ولا شهرين فرد ما بعناهاش. صفاقس قطب اقتصادي ونهار. انت كي تشوف البودريره نتاعنا المنطقه الصناعيه كلها خارجه من بلاد العربي، اصلهم حرفيين واصلهم اصلهم ديزارتيزون، تو تطلع للبودريره بكلهم مغازات ولا دي سيرفاس كلها سلعه البرة والكل من ناس ولا التجار. الصناعه يا خويا هذو متحسم عباره يحبوا يقضيوا على صنعتنا، احنا الحرفيين تو مريحين. اشكون يراقب في الاسواق؟ اشكون يعدل السوق؟ والا الحوت الكبير يبقى كبير ويزيد يتغول.